وهتشوفي أجمل وأعظم كرم في الدنيا. إن شاء بس الله. انتي لمح البصر، مصر كلها، الوطن كله بيطمن عليك وبيحبك. أكيد دي هتبقى خطوة الحمد ربنا لله. بتحمليها، عشان بعد كده تيجي قصة جميلة في النجاح وفي الصدق وفي علاقة البني آدم بربنا. بس اوعي تتخيلي حاجة غير كده، لازم إيمانك يبقى قوي جدا جدا جدا، الحمد وما لله. تفكرش في أي حاجة تضايقك ولا أي حد حاجة تحبك. تقول يا رب تبقى يا في رب. انا اعمل راضية والله باللي حصل، بس انا مش قادر استعمل الوجع بقى. انا مستحملة، بس هي فجأة بلاقي نفسي بتكهرب. ايوه معلش، دي توابع بسيطة، أكيد قالوا لك إن ده طبيعي جدا، بس أنتي يوم بعد يوم إن شاء الله هتلاقي نفسك خفيتي. إن شاء الله بإذن الله. هو تفقدي إيمانك بربنا، والله العظيم هو امتحان صعب، صعب جدا جدا جدا، بس على قد ما تتحمليه وتكسبيه ربنا هيديلك كرم ومكسب، وهتفتكري كلامي ده، مفيش حد هيبقى شافه في الدنيا غيرك الكرم ده كله. صبري وخليكي جامدة كده، وأنا أطمن عليكي كده من وقت للتاني. شكرا، ربنا يخليك. شكرا. أغنيلك حاجة ولا حاجة؟ ماشي يا ميمي. أغنيلك انت كده بتقلب عليا المواجع كده. خلي حاجة بقى مبسطة كده. ايوه ميسي. انا بس قلت له للشخص الجميل اداك التليفون، قلت له بس قول لها يعني حاسس ان انا والله بجد مبسوطه خالص انك حضرتك كلمتني والله. والله انت على فكره انا عيان في المستشفى وحرارتي 40، وعرفت الموضوع ده الف سلام عليك. الف سلام عليك حبيبتي، والله العظيم ربنا يكرمك وهتبقي جميله وهتشوفي بصي اجمل كرم باذن الله. وخلي بالك، عارفة الناس اللي من جيلتها يعني الرسل كلهم جات لهم ابتلاءات محدش يتحملها، لما حد يجيله ابتلاء صعب كده يعرف ان ربنا شايفه في مكانه، هو ما تخيلش ان ربنا شايفه في مكانه، عشان كده جاب له حاجة تصعب عليه، حاجة تصعب عليه، حاجة نفسه الناس تعرفها من خلاله. ايوه انت خليكي في الامتحان ده وقوية، ودايما تقولي يا رب انت اكيد عايزني اتعلم حاجة أو بتوصل بيا حاجة. يا رب. مين بقى الطول؟ ربنا يبقى مستخدمه كجندي من جنوده. مين أيوة. يتأكد إن ربنا مستخدمه؟ أنا قلت لهم ربنا اللي مديني كل جسمي هو اللي من حقه ياخده. أنا قلت لهم كده. برافو عليكي جدا. ما شاء الله عليكي يا حبيبتي، أنت نعمة تربية والله. شكرا. كده دي يعني تربت كويس. شكرا ربنا. يلا غنيلي بقى. حلو المكان ده عشان محاوريك كلهم بيحبوا. ماشي. تبليني بقى من صحاب زمان. ماشي. حلو المكان. اصحى الميلاد يا فرحين، ونغني كمان نتجمع عين ومنورين، وحشاني فعلا قعدتنا ونفس الزمان. معلش سامحيني بقى، انا صوتي تعبان ورايح اصلا. لا والله صوتك جميل خالص ما شاء الله. خلاص اعتبريني بقى اوكي، اعتبريني اصحاب، اطمن عليكي كده من وقت للتاني. ماشي ميسي والله. شكرا. ماشي يا حبيبتي، لو محتاجة أي حاجة، أي حد عندك محتاج أي حاجة اعتبروني من العيلة. حاضر.
ربنا يخليك. ماشي يا حبيبتي، حبيبتي، مع السلامة. مع السلامة.